بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين. تقدم الكلام على أول هذه السورة الكريمة، ووصلنا إلى قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا هو موقف الاستهداء والاستجداء، موقف يقف فيه العبد بين يدي رب العزة في الصلاة فيسأله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا يطلب منه الهداية من باب الاستجداء وطلب الفضل والنعمة: صراط الذين أنعمت عليهم، أي كما أنعمت على من أنعمت من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فأنعم وتفضل علينا كما تفضلت عليهم بالإيمان وبالسلوك على هذا الصراط المستقيم الذي جاءنا رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعوننا إليه. قال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن هذا الصراط المستقيم هو الصراط الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت تطلب من الله تعالى أن يهديك إليه من باب المنة والفضل والنعمة. ولقد ذكرنا فيما مضى أن أعظم نعم الله على العباد التي خصها الله تعالى بالمنة والذكر هما نعمتان كبيرتان فوق كل النعم: امتن الله على العباد بالنعم العامة، ولكن ذكر لهم نعمتين خاصتين خصهما بالمنة والذكر، وطالب العباد بالشكر عليهما. أولا نعمة الإيمان، فلله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فاشكروا هذه المنة والنعمة. والمنة والنعمة الثانية أنك من أمة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إلى تمام الآية، وذكر الله تعالى لنا هذه النعمة وأمرنا أن نذكرها ونشكرها. قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أي على هذه النعمة، كما أرسلنا، هنا كاف التعليل أي لما أرسلنا. لقد أرسلنا فيكم رسولا هو أعظم الرسل، فاذكروا هذه النعمة، فاذكروني أي على بعثتي فيكم أفضل الأنبياء والمرسلين محمدا عليه الصلاة والسلام. ما
فاذكروني أذكركم. وهذا هو الفضل الأكبر، أن يذكرك الله حين تذكره. وقد جاء في الحديث بين عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، هو أنا معه حيث يذكرني، هو أنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ أي في جمع ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا أي بالعمل هناك الذكر بالأقوال، هنا العمل والطاعة بالأفعال. وإن تقرب إلي شبرا أي تقرب إلي بعمل صالح يشار إليه ويقرب للعقل لأنه شبر. قال وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، أي ضعف الشبر. وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، أي ضعف. وإن كان يمشي أتيته هرولة جل وعلا، يعني هو تقرب إليه ضعف ما تقربت إليه، لأنه يحب قربك يا إنسان، لأنه يحب أن يقربك ليصحبك ويكرمك. قال فاذكروني أذكركم، أذكركم في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى عند جبريل وميكائيل وحملة العرش وعند الأنبياء والمرسلين، لأن الملأ هناك. وسيد الملأ الأعلى والأدنى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال اللهم الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. إذا ذكر الله تعالى بنعمة الرسالة فينا محمدا عليه الصلاة والسلام قال واشكروا لي أي هذه النعمة، اشكروا نعمة الله عليكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن بعث فيكم إمام الأنبياء والمرسلين، ولا تكفروا هذه النعمة. واشكروا لي أي أن بعثت فيكم أول الأنبياء، ولا تكفرون، لا تكفروا هذه النعمة فتعرضوا عما جاءكم به هذا الرسول، أو تكفروا بأوامره أو ترتكبوا مناهيه، ولا تكفرون. إذن هذه منة خاصة امتن الله تعالى بها على هذه الأمة. ولما كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والمرسلين وصفوة الله من العالمين من بني آدم إلى يوم الدين، من الإنس والجن، من خلق الله أجمعين، أكرم الأولين والآخرين على رب العالمين كما ورد في الأحاديث يا إنسان، قال أنا أكرم الأولين والآخرين على ربي ولا خاص. لما كان هو المصطفى على جميع العالمين وهو صفوة الله من خلقه، جعل الله أمته المصطفى على جميع الأمم، فأمة سيدنا المصطفى هي الأمة المصطفى على الأمم، أمة المصطفى مصطفى. وهذا هو بنص قوله سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا نص في اصطفاء الله لهذه الأمة على جميع الأمم، فهذه الأمة صفوة الله من الأمم. ثم أورثنا الكتاب، وهذا فيه بيان شرف هذه الأمة، بيان فضل هذه الأمة، وماذا يجب على هذه الأمة المحمدية التي آمنت بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان فخرها وشرف ميراثها وشرف تراثها
وشرف الموروث الذي ورثوه وعظمة الذي جعلهم وارثين لهذا الإرث العظيم. ثم أورثنا أي فضلا منا وكرما، نعم، هذه منة من الله على هذه الأمة. يقول ثم أورثنا أي بفضلنا وكرمنا وجودنا وإحساننا عليكم يا أمة محمد، نحن الذين أورثناكم هذا الكتاب النازل على أفضل الأنبياء، هذا الكتاب الذي هو أفضل الكتب وأعظم الكتب، هذا الكتاب ورثناكم يا أمة محمد لأنكم أفضل الأمم. ثم ورثنا، وفي هذا وفي هذه الكلمة وهو الإيراث وبيان أن المسألة ميراث، قال هذا دليل شرف هذا الإرث، وأيضا أن يهتموا بهذا الميراث ويحافظوا على هذا التراث، فإن الإرث إنما يكون للشيء المحترم، ولا يذكر المواريث إلا بالأموال الضخمة. أما إذا كان واحد ورثي بسيط ما يقال فلان ورث له كذا وكذا شيء حقير، إنما التوريث يذكر دائما في المواريث ويفتخر في المواريث الضخمة العظيمة. فما هو أعظم ميراث؟ من أعظم موروث لأول إرث وميراث هذا هو. ثم أورثنا الكتاب، الله العظيم ورث كتابه الكريم لهذه الأمة المحمدية من أفضل الأنبياء والمرسلين ورسول. فثم أورثنا الكتاب أي من محمد رسول الله الذي أنزلناها عليه، لأن الآية قبل هذه الآية يقول سبحانه وتعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب، خطاب لمن؟ لرسول الله، من الكتاب أي القرآن، والذي أوحينا إليك من الكتاب مصدقا لما بين يديه، والذي أوحينا إليك مصدقا لما بين يديه، قال وإن الله بعباده لخبير بصير. إذن ثم أورثنا الكتاب، فلما ذكر فضل الله على رسول الله بتخصيص هذا القرآن النازل عليه ولم ينزله على نبي قبله، ثم أورثنا الكتاب أي منك يا محمد عليه الصلاة والسلام لأمتك من بعدك، هذه أمتك ورثناها ميراثا عظيما يجب أن يحافظوا عليه، لأن الميراث العظيم يحتفظ به وهكذا ويفتخر به. أورثنا هذا الكتاب لهذه الأمة حتى تحمله إيمانا في قلوبها وإماما في عملها وهكذا، وتأدوا بآدابه وتخلقا بأخلاقه وتقروا بتلاوة نصوصه وكلماته. إذن هذا يجب أن يكون موقفكم على القرآن، تؤمن به إيمانا، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وهو القرآن يعني، فآمنوا، وأيضا أن تتبعه فتعمل به، تنتهي عما نهى وتأتمر بما أمر. الذين آمنوا به وعزروه صلى الله عليه وسلم ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، إيش هذا النور الذي أنزل معه؟ هذا القرآن. والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، اللهم اجعلنا منهم. إذن ورثك الله هذا الكتاب لتؤمن به إيمانا قلبيا اعتقاديا واتباعا له، وحذرك من ترك أوامره والفعل مناهيه، حذرك وأنذرك، قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
فاتبعوا أي أوامره، واتقوا أي مناهيه وما حرم، فاتقوا اجتناب، فاتبعوا واتقوا لعلكم ترحمون. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أي حتى لا تقولوا نزل الكتاب على التوراة والإنجيل على من قبلنا نحن ما أنزل علينا كتاب، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، أي لو أن أنزل علينا القرآن هكذا لكنا أهدى من أولئك. وقد جاءكم بينة من ربكم، أي وهو القرآن، جاءكم بينة، معنى ذلك أن القرآن جاء بالمعقول، بالبينات، بالحجج، بالأدلة التي تبين لك هذا الحق وغيره كله باطل. قد جاءكم بينة من ربكم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها. بعدما جاءت الآيات الأدلة والحجج القاطعة والبينات في القرآن الكريم، وإذا بك تعرض وما تلك فتلة، قال في عيسان ثابت في القرآن، قال القرآن ما في أدلة عليه، قل له هو منتهى الحكمة، الدليل العقلي القاطع الذي لا ينقض هو في القرآن يا إنسان. فجاء القرآن بما هو حجج على العقول وعلى العقلاء. إنا أنزلناه القرآن عربيا لعلكم تعقلون، إذا أمر معقول وحجج بينه وأدلته قاطعة لا تحتمل التأويل، لكن أين الباحثون؟ وأين المتدبرون؟ وأين الذين يبحثون عن أدلة القرآن يا إنسان؟ لذلك فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، أي أعرض، تعال ابحث لا، هذا للقرآن لا، هذا دليل الله لا، يعرض أعراض وصدف عنها. سنجي الذين يصدفون، أي يعرضون عن سجين، سنجي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة، أي ما بال الكفار يعرضون عن القرآن وأدلة القرآن وبينات القرآن ومبادئ القرآن وحجج القرآن، إيش ينتظرون؟ إلا أن تأتيهم الملائكة، أي ملائكة الموت، إذا جاء الموت جاءت ملائكة الموت تقبض الأرواح، ما عاد هناك توبة ولا عاد يحصل الأجل، ما ينفع شيء. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ كيف يأتي ربك؟ قال يعني يأتي بالعذاب، نسأل الله العافية، كما قال في اليهود، فأتاه الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. من أتاهم؟ الله بالعظمة الإلهية والقدرة الإلهية. وهذا كما قال، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، أيضا الكفار. إذا ماذا ينتظر المعرض عن القرآن؟ ينتظر ملائكة الموت تقبض روحه بعد ما في نتيجة، أو ينتظر العذاب، العذاب من الله يحل فيه، نسأل الله العافية، بعد ما في نتيجة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ يعني في ذاك الوقت يرجعون إلى الله ويؤمنون بالقرآن؟ ما يفي. أو يأتي ربك؟ أو يأتي بعض آيات ربك؟ أن ينتظرون أشراط الساعة الكبرى؟ بعض آيات ربك، الآيات الأشراط الكبرى التي إذا وقعت وإذا بها اقتربت الساعة كل الأرض، وهذه العشرة المعروفة، وهي الدجال والدابة وأجوج ومأجوج ونزول عيسى ابن مريم وثلاث صفات الشرق والغرب وجزيرة العرب إلى آخره، فالعشرة المعروفة هذه، هل ينتظرون نوع من هذا النوع هذا حتى يؤمنوا بعد ذلك؟ أيوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يوم يأتي بعض آيات ربك، قال هذا هو طلوع الشمس من مغربها، أي هم ينتظرون أن يغلق باب الإيمان وباب التوبة، بعد ما يغلق باب التوبة ما في إيمان، ما عاد ينفع. يقول عليه الصلاة والسلام، لا تكون الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها،
فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. قال فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال أبو ذر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حين تغرب الشمس، قال يا أبا ذر أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال تذهب تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، أي أن تشرق كما هي في دورتها. قال ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، ربما يأتي يوم عليها تسأل ربها أن تشرق فالله تعالى ما يأذن لها، فيقال لها ارجعي من حيث جئت فتسلم من مغربها. فذلك قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. إذا يا إنسان لما ذكر الله هذه التهديدات والوعيدات؟ بعدما قال اتبعوه واتقوا، فبعدما أمرنا بالتمسك بالقرآن بأوامر السلام من حذر كأسا، إيش تنتظر؟ الملائكة الموت، بعدما بتشوف ما في نتيجة، تنتظر عذاب الله، إذا حل العذاب ما في نتيجة. إذا يعني أسرع إلى هذا القرآن. ثم أورثنا الكتاب من؟ الذين اصطفينا من عباده، أي ورثنا أعظم كتاب، أفضل الكتب الإلهية الذي أنزلناه على أفضل رسول صلى الله عليه وسلم، والذي نزل به أفضل ملك جبريل عليه السلام، هذا نقلناه وورثناه لأفضل أمة. عرفت سلطة الفضل، أمة المصطفى ورثته من السيد المصطفى، والذي نزل عليه أفضل كتاب إلهي، والذي نزل به عليه أفضل ملك جبريل الأمين، والذي أنزله عليه هو الله رب العالمين. فما أشرف هذا الميراث؟ أما يجب على العاقل أن يتمسك به وأن يتدبر به وأن يتعقل به وأن يدرسه وأن يتفهمه وأن يطلع على مضامين هذا القرآن؟ أما يجب عليك يا إنسان؟ قال ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذا تكلمنا مجملا عليه فيما مضى. فمنهم ظالم لنفسه، أي حتى المرتكب اللي ارتكب بعض المناهي ووقع ترك بعض الأوامر، قال ما خرج عن كورة من أمة المصطفى، هذا من أهل الصف وأول وإله مكان تصل عند الله، وهذا إن تاب الله عليه وإن مات ولم يتب هناك يمر على أهوال القبر البرزة، ما طهر مع كثير أهوال الموقف، ما طهر على مرور الصراط وعقبات الصراط، ما طهر بعد ذلك، وهكذا لابد إما الشفاعة أو غمسة في جهنم. يا إنسان بعض يقول جهنم يعني الحديد أذاب الصدى إن كان على ظاهره بالأحط البسيط يروح، أما إذا وصل الصدي الصديق وصل للب الحديد إيه بده يخرجوا النار يا إنسان، هذا معناه يستحكم في الأمر فيعذب مدة على حسب ما يكون ثم يقوم بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنهاية أهل المعاصي المؤمنين إنما نهايتهم المغفرة والجنة، لكن إما بعد عذاب أو بدون عذاب، هذا راجع حسب ما يكون في الآخرة، وهذا راجع لعلم الله وفضله. فالنهاية لكن المغفرة، ما هو مؤبد في جهنم. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام قرأ ثم أورثنا الكتاب، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال سابقنا سابق، سابقنا سابق أي سابقنا في الدنيا والخيرات القربات إلى الله، سابق يوم القيامة إلى الجنة.
ومقتصدنا المتوسط ناجي من العذاب، وظالم نفسه مغفور له، أي مغفور له إما بدءا أو انتهاءا كما قلنا لك يا إنسان. فهذا لابد أهل المعاصي إما تشمله المغفرة ابتداءا أو غمسوا وانغمروا في المعاصي وإذا بالآخر لابد من دخل الجهنم إذا لم ينلهم الشفاعة والأمور ثم الخروج والمغفرة، لابد من نهاية أن يخرجوا خروجون. وإنما الكفار مؤبدون إلى آخره. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، خصصناهم بهذا القرآن تكريما وتفضيلا، فيجب عليهم أن يحافظوا عليه ويتمسكوا به. فأعطاهم الله تعالى لهذه الأمة شرف ميراث القرآن، وأن من عمل به ضاعف الله له الأجر مرتين. أما اليهود والنصارى والأمم السابقة التي عملت بكتبها، أتباع موسى اللي اتبعوه بالحق وآمن التوراة النازل على موسى أي المؤمنون، لهم أجر واحد. أتباع عيسى ابن مريم اللي آمنوا به واتبعوه على الحق وآمنوا بالإنجيل دون تحريف، الإنجيل نازل على عيسى، هؤلاء أجرهم ولو عملوا لكن أجرهم واحد. أما هذه الأمة المحمدية من عمل بالقرآن نال الأجر ضعفين ومرتين. هذا المضاعف العامة للأقوال والأفعال والطاعات والحركات والسكنات التعبدية كلها مضاعفة مرتين، ما عدا المضاعفات الخاصة في المناسبات الخاصة يا إنسان. لما نالوا هذا الفضل؟ بفضل هذا القرآن وأن إمامهم ورسولهم سيد الأنام. إذن فليذكروا هذا الشرف والفضل. قالوا الدليل على ذلك اللي معلوم، لابد من دليل، هاي ما الشغلات يعني فلسفية، لا تقول عمال من باب الفلسفات ولا باب التخيلات، هذه أضواء إيمانية يا إنسان لازم تفهمها، وهي مبنية على أدلة جاء في الصحاح، والحديث في أصله مرويا في البخاري ومسلم والسنن وغيره والمسانيد. وهذه الرواية نذكرها للترمذي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، صلاة ترضيك يا مولانا وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلكم في من سلف قبلكم من الأمم، أي في الأمم الماضية، وأقرب أمم ماضية بالنسبة لنا أمة موسى وأمة عيسى. قال إنما مثلكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر، إنما بقاؤكم فيما سلف، إنما بقى هذا غير حديث مثلكم الحاصل، إن أي رواية مثلكم غير هذه، إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم، أي بالنسبة للأمم الماضية قبلكم اليهود والنصارى، كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ما بين صلاة العصر معناها ما دخلت الصلاة، بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم فصل من غلو أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، أي التوراة نازل على موسى يا إنسان للتوراة المحرفة. قال أوتي أهل التوراة، وهذا في زمن موسى، أما بعد ما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا ما بعث شيء خلاص، ولو تمسك واحد في التوراة فرضنا التوراة الأصلية كل ما هو مقبول، لأنه جاء محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول لو كان موسى بينكم لما وسعه إلا أن يتبعني،
لو كان موسى حيا لما وسعه الا ان يتبعني. فموسى نفسه لو كان في زمن سيدنا محمد اتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وين رايك انت؟ وعلى هذا قال اوتي اهل التوراه فعملوا بها. فلما انتصف النهار عجزوا ما كملوا اليوم، يعني انهم استؤجروا على العمل طول النهار. وهناك من استؤجر على العمل نصف النهار على العمل وهكذا نصف النهار. فهنا عمل اهل التوراه بالتوراه حتى اذا انتصف النهار عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا. ثم اوتي اهل الانجيل الانجيل، اهل الانجيل نزل على عيسى فعملوا به حتى اذا خد الى صلاه العصر فعجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا، اي ما عندهم استمرار لبقيه النهار. قال واوتينا القران، اوتينا القران فعملنا به من صلاه العصر، يعني من بعد صلاه العصر، لان صلاه العصر الشغل ما بتصير، يعني بعد صلاه العصر تشتغل معلوم. فاوتينا القران فعملنا به من صلاه العصر الى غروب الشمس، فاعطانا الله قيراطين قيراطين. فقالت اليهود والنصارى يا ربنا عملنا فاعطيتنا قيراطا قيراطا واعطيت امه محمد قيراطين قيراطين ونحن عملنا اكثر منهم. قال فقال سبحانه وتعالى هل ظلمتكم من اجلكم من شيء؟ نقصتكم اجلكم؟ لا. قال لا. قال فذلك فضلي اوتيه من اشاء. اي امه محمد صلى الله عليه وسلم معامله بالفضل، معامله بالفضل، حقكم اخذتوه، ما لكم ايش؟ ما ظلمتم شيء. اما كونوا فضل على امه سيدنا محمد لكرامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفضل سيدنا محمد، قال شو كان بياخذ انتم؟ ما حد يتحكم بحكم فضل الله جل وعلا. الله يتفضل بما شاء على من يشاء. في رواية هل ظلمتكم من حقكم بشيء؟ قالوا لا. قال فذلك فضل اوتيه من اشاء. فما تعمل من عمل قل او كثر مضاعف مرتين. وهذا غير المضاعفات اللي هي اللي معقولة في الايام وبعض المواسم المخصصة بهذه الامة. فلقد اعطى الله لهذه الامة ليلة في السنة ليلة القدر العمل فيها خير من العمل في الف شهر. ليلة القدر خير من الف شهر، يعني ان العمل فيها خير من العمل في الف شهر، خير من الف شهر، مو كالف شهر. هذا فضل من الله لامة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لان الامة المصطفى، الأم المصطفى الخيرة النيرة اللي هي أفضل الأمم، لها ميزة على الأمم يا إنسان، افهم مقدارك ونعمة الله عليك وافهم قيمتك ولا تضيع هذا الميراث القرآن المحمدي يا إنسان الذي تفضل الله به عليك، عليك قيمتك أنت. وهكذا سبحانه وتعالى جعل المضاعفات عامة وخاصة في بعض المناسبات كليلة القدر خير من في الشهر. وفي الحديث عني عن عمار قال كنت أرى والدي عمار بن ياسر يواظب على ست ركعات بعد صلاة المغرب، فقلت يا أبتي ما لك أنت تصلي دائما ست ركعات بعد المغرب؟ قال يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينه النبي سوء عدلنا، اي عاملت عبادة سنتي عشرة سنة. ست ركعات مع المغرب لك اجر من عبد الله 12 من اليوم السابقة. ليه؟ قال هذا فضل الله، هذا فضل من الله، ما لك تتحكم بالله، ما لك تتحكم بفضل الله. فالله له الفضل على هذه الامة بالمضاعفات يا انسان. وهكذا اكرم الله هذه الامة بميراث القرآن، وعف لهم العمل ان عملوا به، وجعل سبحانه وتعالى جعل صدورهم
ألواحا ومصاحف قرآنية، فمن حمل شيئا من القرآن في صدره ولو سورة الفاتحة ولو فوق المعوذات، وإذا كان حفظ القرآن كله عن ظهر قلب هذا أعلى وأعلى. فمن حفظ شيئا من هذا القرآن يقال أنت مصحف يا إنسان، قلبك مصحف، وتشرف قلبك بهذه السورة. هذا تقريبا للعقول. إذا كانت هناك صحف بيضاء، واحد بيع أوراق، بيع ورق يعني أوراق مكتب ملانة ورق مسطر، هو مسطر لكن ما في كتابة، وفي منها مكتوب كتابة، هذا كاتب هذا كاتب الآخر. وإذا بك هذه الأوراق كلها مثل بعضها، وإذا بك جئت وراء كانت عليها في فاتحة الصار، قال لا لا هي صلى قيمة بابا بجي نحطها في الأرض ولا نجعلها مثل غيرها، ليش شرفت؟ هي صار فيها القرآن لا يمسها إلا طاهر، ولا وهي بتعظيمها وهي باحترامها وهي بتكريمها، وترفع فوق الكلام كله. أخي ليش يعني؟ قال لأن فيها كتابة سورة الفاتحة. قل له صحيح، وهكذا وهذا المصحف عبارة عن صحف، قبل ما يطبعوا فيه القرآن صحف كبقيه الصحف، بعد ما طبعوا فيه القرآن صار مصحف قرآني، إذا هذا يمس إلا المطهرون، ويرفع ويعظم ويكرم، وهكذا هي تعظيم القرآن. كان يقال لأي الصحابة يقول بعض المرض عظموا كتاب الله، لابد. اذا لما؟ لانه وجد فيه كتابة سورة الفاتحة. انت اذا لم تحمل شيء من كتاب الله قلبك كبقية القلوب الفارغة، لما حملت فيه شيئا من كتاب الله صار لها قلبك فضل على بقية القلوب الفارغة، مثل ما صار لها الصحيح والمصحف فضل على بقية الصحف، فلك الشرف الاكبر. ولذلك إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن، فالعذاب لو فرض أنت عاصم دخل جهنم العذاب ما يصل إلى قلبك يا إنسان، إنما بظاهر جسمك، لا لأن في جوفك كلام الله. هذا لأن القلوب حوت كلام الله وصار قلبك مصحفا، وهذا كما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام، وإن الله تعالى كما سهل اسمه حديث طيب، وإن الله تعالى قال لي يا محمد صلى الله عليه وسلم وقد أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظاه، أي محفوظ في صدرك ومن صدرك منقول إلى صدور أمتك، فالماء لا يغسله. هذا القرآن يحفظ في الصدور ويكتب في السطور، كتابه في السطور على الصحف، على الصحف والمصاحف. هذه الصحف والمصاحف إن أخذتها ووضعتها في البحر أو طلعت عليها الماء محاها راحت، ولكن هناك محافظ ومصاحف قرآنية في السرور، هذه لا يغسلها الماء ولا تمحى من وجه الأرض. فلذلك إنما المعول على حفظ السرور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقد ضمن الله تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن نزل عليه القرآن وعلمه قراءته وقال له اقرأ باسم ربك، أي هذا الكلام ليس كبقية الكلام، حتى تقرأه كما يقرأ بقية الكلام، على أنك يا محمد أمي ما درست القراءة ولا الكتاب، ولكن هذا له قراءة خاصة، فأنت اقرأ لا بدراسة سابقة ولا بعلم سابق ولا بثقافة ولا خصافة، لأن هذا القرآن فوق بقية الكلام وغير نمط وعلى غير أسلوب وله أسلوب وغير أسلوب. إذا اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، لا بعلمك ولا بثقافة ولا بدراسة،
ولو جيء بأعظم دارس مثقف أن يقرأ دون أن يسمع ويتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دون ما يقرأ القرآن بالتلقى عن الشيوخ والشيوخ عن من قبل الشيوخ عن التابعين عن رسول الله، ما يمكن يقرأ. كيف تقرأ ألف لام ميم صاد؟ كيف تقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب وتفرق بين ألف لام ميم وبين ألم ترى يا إنسان؟ ولو كان عندك علم بالكتاب والقراءة ولو درست كتب الأولين والآخرين، هذا لا يؤخذ إلا بالتلقي عن القراء عن رسول الله عن جبريل عن رب العالمين. قال قرأ ولكن ضمن له أن يحفظه في صدره. قال إن علينا جمعه وقرآنه، أي علينا أن نجمع القرآن في قلبك وصدرك يا محمد، فلا يمكن أن ينتنسى منه شيئا، علينا جمعه وقرآن، فإذا قرأناه فاستدع قرآن. ثم إن علينا بيان، علينا أن نبين لك المعاني وتبين للناس. وهكذا كلام الله، هذا القرآن إنما هو مصاحفه ومحافظه إنما هي الصدور، وأما المصاحف الخطية هذه قد يأتي عليها تبلى وقد يصل عليها الماء بمحيها، أما هناك محفظة باقية ولو جئت ماء البحر كله صبيت على صدر الأرض مع القرآن أنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، ولا بد من حفاظ منذ نزل القرآن من الصحابة إلى يوم القيامة، لا بد في كل عصر على وجه الحفاظ يحفظون كتاب الله كله بإتقان وضبط من هنا وهنا وهنا في كل البلاد، هذا ضمانة من الله. وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون، لحافظون حافظا نصوصه عن التبديل والتحريف، فلا يمكن يجري عليه تحريف، وحافظه في المحافظ التي لا تمحى وهي الصدور يا إنسان. وهكذا، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو نعيم وغيره عن أنس رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما فرغت ليلة أسري بي من أمر السماوات والأرض، ليلة الإسراء وعقبها ليلة المعراج ورجليه إلى السماوات، وهنا جرى بينه وبين الأنبياء، جرى بينه وبينهم هكذا أحاديث وهكذا وأبحاث وأضاه الله على أمور وإلى آخره. قصة المعراج ما هي جزئية يا إنسان، قصة المعراج أمر كبير، ويفهم بعض الناس إنه إيش نحن نسكيني قصة المعراج، إنه أقول لك المعراج تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، قل له نعم تكريم لسيدنا محمد، ولكن لنا في معراجه فوائد كبرى وأسرار عظيمة ومنافع لله بمعراجه كبيرة كبيرة جدا، هذا بعد نبحث فيه إن شاء الله تعالى ونبين لك الحكم والفوائد الغاية على الأمة التي هي تفرعت عن معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمترتب على معراج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحاصل قال لما فرغت من أمر السماوات والأرض، إذا جرى هناك أمور تتعلق بالسماوات والأرض مع الأنبياء وهكذا، فقلت يا ربي، أي بعد ما فرغ قلت يا ربي، أي في المعراج، إن ما من نبي قبلي إلا وقد كرمته، أي أعطيت الشيء وأكرمته، فلقد فجعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما وسخرت الجبال لداود، أي سخر الجبال سبح مع داود، يا جبال أوبي معه والطير، وألن له الحديد داود عليه السلام، أمر الله الجبال أن تسبح مع داود، فكان سيدنا داود يبوك عند الجبال عند الجبل وحواليه جبال فيقول سبحان الله، الجبال سبحان الله، الحمد لله، الجبال كلها الحمد لله، وبني إسرائيل يسمعون، قال إيه يعني كان يسمع، قل له إيه لا كان يسمع المعلوم، يا جبال أوبي معه ردي مع داود، شو قول مثله،
شو بسبح سبحي، شو بحمد احمدي، شو بذكر اذكري الى اخره. وكان بنو اسرائيل تسمع واحيانا ما يتحمل واحد يغمى عليه الى اخره. فلما يكثر الاغماء عليهم يقف سيدنا داود يقف عن التسبيح، يا جبال اوبي معه. يقول ما هي مظبوطة، قل له هلا القرآن عم خبرك يا انسان مظبوط ما مظبوط، حال جنون فاهم جنون انت، قال ايه يعني شلون جبل سبحوا بذكر الله رب وان من شيء لا يسبحوا بعمله جد، لكن انت ما عم تسمع. فاذا اراد الله سمعت، الم يسمع الله تسبيح الحصيات للصحابه رضي الله عنه؟ اخذها صلى الله عليه وسلم حصيات عصاه لسيد من سبحت لسيد عمر سبحت وهكذا وسمعوها. الم تسمع حديث البخاري عن ابن مسعود في البخاري يا انسان؟ شو بتقول يعني